بتتكلم بصفة خاصة يمكن عن المسجات اللي كنت تحدثت عنها قبل كده والمطالبات مجلس الإدارة بالاستقالة، ويمكن أنا قلت قبل كده وهأكد تاني، أسهل حاجة في الدنيا أن أنت تنط من المركب، وأسهل حاجة في الدنيا أن أنت تتخلى عن منصب، أو أسهل حاجة في الدنيا أن أنت تتخلى عن مسؤولياتك وأمام جماهير عريضة وأمام جمعية عمومية محترمة داخل نادي الزمالك. يعني تكبدت مشقة وجت في يوم حافل يمكن حضروا أكتر من 60,000 عضو داخل نادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك في شهر فبراير قبل الماضي. تجاوزات كبيرة جدا ووصلت لحد التجريح، مش عارف مداها ايه، والكل بيبحث عن كلمة واحدة وهي الاستقالة، وكأن استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك أو استقالتي أنا شخصيا، عشان أتحدث عن نفسي بصفة شخصية مش هتحدث عن بقية أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك المحترمين اللي كلهم لهم كل احترام وتقدير، وكأن استقالة خالد لطيف أو استقالة سين أو صاد أو عين هي اللي هتحل كل مشاكل نادي الزمالك، نادي الزمالك هيدخل في يعني عصر وانفتاح رائع هتحل فيه كل مشاكله، وكأن الاستقالة هي حل لهذه المشاكل. اعتقادي الشخصي من وجهة نظري، ودي وجهة نظري الشخصية ومش هغيرها ولا يعني هسمح لحد أن يتدخل فيها. اعتقادي الشخصي الاستقالة هو نوع كبير جدا من الهروب، إلا إذا هسيبها، إلا إذا دي مفتوحة لوقتها.